الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج آخر الأسبوع، حلقة جديدة بنركز فيها على عدد من الأحداث المهمة محليا وإقليميا وعالميا، نحاول نوقع عليها الضوء ونقدم قراءة تحليلية لهذه الأحداث وإحنا موقعنا فين فيها وارتباطها إيه بمصر والتداعيات اللي ممكن يعني تحدث واللي ممكن نشوفها في هذا السياق. الحدث الأكبر والبارز خلال الأيام الماضية هو زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط. منذ أن أعلنت عن هذه الزيارة يعني وإحنا في جدل وتحليلات كتير وفي نقاش كبير جدا حول هذه الزيارة، وإحنا هنا في البرنامج ناقشنا الكثير من التحليلات وجهات النظر في شأن زيارة جو بايدن للشرق الأوسط، ماذا يحمل من أجندة أمريكية وما موقف دول الشرق الأوسط سواء كانت دول الخليج أو مصر أو الأردن أو العراق أو إسرائيل، ومن الواضح أن كل دولة لديها أجندة وهناك أجندات متقاربة على مستوى دول المنطقة. بدأ جو بايدن هذه الزيارة بزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وخلال هذه الزيارة كان من الواضح أنه يريد أن يقدم طمأنة ودعم لإسرائيل التي تشعر بقدر كبير جدا من التهديدات والمخاوف تجاه إيران. منذ أن أعلن عن زيارة جو بايدن وكانت التحليلات كلها بتتكلم على النفط ثم الموقف من إيران والذي يشترك فيه دول الخليج وتشترك فيه أيضا إسرائيل من حيث التهديدات الإيرانية والخوف من الملف النووي الإيراني، ولا سيما مع ضوء تعقد المحادثات التي ترمي في النهاية إلى إحياء الملف النووي الإيراني أو الاتفاق النووي الذي عقد سنة 2015. من ضمن القضايا التي يعني أثيرت أثناء زيارة إسرائيل هي فكرة الطمأنة الأمريكية لإسرائيل في مواجهة إيران. في أوقات كتير جدا ويعني في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية دائما إسرائيل تشعر بطمأنة كبيرة وبدعم من الولايات المتحدة، وزي ما احنا دايما بنقول الولايات المتحدة لا تأتي إلى منطقة الشرق الأوسط وتحارب إلا من أجل النفط وإسرائيل، فأمن إسرائيل هو أولوية أمريكية في جميع الإدارات الأمريكية، وبالنسبة للحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري لا يختلف الأمر كثيرا. ولكن الجديد في هذا الأمر والجديد في هذه الزيارة أنه وقعت ما يعرف بوثيقة القدس. هذه الوثيقة وضعت الضمانات الأمريكية لحماية أمن إسرائيل في تعهد مكتوب ملزم وقع من الطرفين، وده الأمر اللي يمثل تحولا جديدا في مسألة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في هذا الخصوص. الولايات المتحدة تعهدت لإسرائيل أنه لن تكون هناك قوة نووية إيرانية، وسوف تستخدم كافة السبل في سبيل منع إيران من أن تكون قوة نووية في المنطقة، بما في ذلك ضمن استخدام القوة أو منعها عسكريا. وفي الواقع بايدن كان إدى تصريحات للإعلام الإسرائيلي قال له يعني إحنا بنفضل لغاية دلوقتي الحل الدبلوماسي اللي هو بمعنى العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي وقع في عهد إدارة أوباما ولغاه بعد كده ترامب. لكن طبعا واضح أن المفاوضات مش ماشية على ما يرام بين الطرفين. الشهر اللي فات كان في لقاء في الدوحة جمع أوروبيين وجمع أمريكان وجمع أيضا إيرانيين، لم يصلوا إلى اتفاق ولم تحدد موعد آخر. الولايات المتحدة بتقول لإيران أنا مش قادر أستنى كتير ومش قادر أستنى إلى الأبد، لابد من هذا الاتفاق. على الجانب الآخر إسرائيل يعني تريد هذا الاتفاق بصورة أو بأخرى، وإن لم تعلن هذا لكنها تريد أن تحجم إيران من أن تكون قوة نووية داخل منطقة الشرق الأوسط. هي حصلت على الدعم الأمريكي والوعد الأمريكي، وأكثر من هذا حصلت أيضا على صواريخ متقدمة ومنظومة صواريخ دفاعية أيضا متقدمة، حصلت أيضا على تكنولوجيا متقدمة ووعود أمريكية بدعم إسرائيل، وده يعني غاية ما كانت تتطلع إليه إسرائيل. وحتى دايما يعني بيقال في الإعلام الإسرائيلي نحن بصدد زيارة تاريخية. على الجانب الآخر ذهب الرئيس جو بايدن إلى الأراضي الفلسطينية. طبعا إحنا عارفين وكلمنا قبل كده في البرنامج عن هذا الموضوع إن دايما كان ترامب
أدار يعني ظهره تماما للقضية الفلسطينية وأعطى إسرائيل الضوء الأخضر للتوسع في الاستيطان وتقريبا قزم الملف الفلسطيني الإسرائيلي أو أنهى على المفاوضات الإسرائيلية الأمريكية الإسرائيلية الفلسطينية، وكان ده برعاية أمريكية مباشرة. الزيارة اللي قام بيها النهاردة بايدن إلى الرئيس الفلسطيني أبو مازن وزار فيها بيت لحم هي إشارة بعودة مرة أخرى يعني الدفء لهذه العلاقات، وأيضا يعني طي لصفحة الرئيس ترامب اللي كان له موقف متشدد تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الفلسطينيين. لم تحصل السلطة الفلسطينية على كثير من الزيارة دي، وده حتى كمان اللي مهد لي الرئيس الأمريكي في طريقه إلى الشرق الأوسط، قال لك أنا لا أعتقد أن الظروف مواتية لإعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإن كنت أشجع ولازلت أشجع حل الدولتين، يعني المفاوضات التي تقوم على دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية، وده التوجه بتاع الديمقراطيين عموما، وده كان توجه أوباما لكن خرج عنه طبعا ترامب. حصلت أيضا السلطة الفلسطينية على 100 يعني مليون دولار مساعدة للمستشفيات، وكان قبل كده الولايات المتحدة كانت أعادت المساعدات حوالي نص مليار دولار إلى السلطة الفلسطينية. ولكن بقى أن الفلسطينيين عندهم مطالب. أول حاجة يعني السلطة الفلسطينية كانت تريد يعني أن تنفذ إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الوعود التي وعدت بها، يعني مسألة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية التي تخدم الفلسطينيين، أو المطالبة برفع منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الدول الإرهابية وإعادة فتح المقر لها في واشنطن. يعني كانت هناك مطالب للسلطة الفلسطينية واضح أنها لم تتحقق، وواضح أيضا أن فكرة أن حل الدولتين يعني أو المفاوضات استعادة مفاوضات السلام ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تحقيق حل الدولتين، فده أمر أيضا واضح أن يعتري صعوبات في الفترة الحالية. واضح كمان أن المسألة هتاخد وقت أكتر، وربما لا تستطيع الإدارة الأمريكية في الفترة القادمة تحقيق ذلك. لكن واضح كمان أيضا أن الإدارة الأمريكية حريصة على مسألة تيسير سبل الحياة الاقتصادية للفلسطينيين، وفي يعني نشر بعض أخبار خلال الأيام الماضية أن إسرائيل بدأت تعطي تصريح عمل أكتر للناس من غزة تروح تشتغل في إسرائيل، بدأت تعطي بعض التصريح الخاصة بالبناء في الضفة الغربية، ودي تعتبر من الأشياء العزيزة جدا يعني والتي لم تحدث كثيرا، وأيضا بطاقات هوية لبعض الناس. فاللي عايز أقوله أن خلاصة الزيارة، الجزء الأول من زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط هي طمأنة لإسرائيل، رسالة قوية جدا للدفاع عن أمن إسرائيل، إعلان واضح أن إيران لن تكون قوة نووية في المنطقة، وأن الولايات المتحدة سوف تتخذ من السبل ما يمكن أو السبل التي تمنع إيران من هذا الأمر، حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة العسكرية أو التلويح بها. وده اللي حتى اللي قاله وزير الدفاع الإسرائيلي، يعني قال لهم خلوا دايما التلويح بالعمل العسكري تجاه إيران موجود على مائدة المفاوضات، من أجل طبعا إخافة إيران ودفعها إلى المضي في طريق الاتفاق النووي. لكن المسألة ليست بهذه السهولة وليست بهذه البساطة. أثناء وجود الرئيس بايدن في إسرائيل خرج السيد حسن نصر الله وهو زعيم حزب الله في لبنان بخطاب متلفز، وكان واضح جدا أنه بيربط الموضوع ده بالزيارة الخاصة ببايدن، وجه فيها طبعا يعني بشيء واضح مسألة ترسيم الحدود ما بين لبنان وإسرائيل، وقال لهم يعني أن لبنان في مسألة ترسيم الحدود لها الحق في استغلال مواردها البترولية وموارد الغاز في نهضة لبنان، ومن يمنعها في سبيل تحقيق ذلك لن يتمتع
لا باستخراج الغاز ولا باستخراج البترول، ودي طبعا تلويح كبير جدا ان حزب الله قد يدخل على الخط المواجهة في اي لحظة. هي رسالة من ايران الى الرئيس بايدن، هي رسالة الى الداخل اللبناني ان حزب الله هنا ويتملك زمام المواجهة، وهي ايضا رسالة ضمنية الى دول الخليج بان حزب الله قائم وموجود في اطار هذه المواجهة. ده بيفكرنا بمقال سبق اتكلمنا عنه في هذا البرنامج لإيتامار رابينوفيتش. من هو إيتامار رابينوفيتش؟ ده أستاذ إسرائيلي وكان المفاوض أو رئيس المفاوضين الإسرائيليين مع السوريين في عهد الرئيس حافظ الأسد. أثناء حرب غزة كتب مقال لطيف جدا، قال لهم يا جماعة أنتوا دلوقتي بتركزوا في الحرب في غزة، لكن ده نوع من أنواع قياس اللبس، يعني زي ما واحد يروح اي محل يجرب اللبس فيشوف حاجة مقاسه، فبيقول لهم هم دلوقتي بيشوفوا مقاس اسرائيل ايه، لان التكنولوجيا الحقيقية لايران، التكنولوجيا العسكرية لايران ليست لدى حماس والاطراف الفلسطينية، ولكن التكنولوجيا الحقيقية لدى حزب الله باعتباره الاداة الرئيسية لايران في هذه المنطقة. في هذا الصدد هو بيقول ايه؟ بيقولك احنا من 2008 حزب الله لم يجرب، يعني ما دخلش في مواجهة عسكرية مع اسرائيل. من ادرانا ماذا يمتلك الان حزب الله وما الامكانيات المتاحة ليه، وخصوصا واحنا شايفين الناحية التانية الحوثيين لديهم امكانيات عسكرية، لديهم طيارات مسيرة وصواريخ الى اخر هذا الكلام. فاذا في بالفعل مخاوف تجاه المسألة الايرانية، وخصوصا ان ايران لها قواعد في سوريا ولها وجود من خلال حزب الله الذي يعني يسيطر ويعطل المشهد السياسي في لبنان، واحنا سبق حتى في البرنامج اتكلمنا عن هذا الموضوع خصوصا بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية اللبنانية. ايضا هناك تسريبات نشرت في وول ستريت جورنال حوالين ان الولايات المتحدة او المصادر الاستخباراتية الامريكية تحديدا بتقول ان ايران قدمت طيارات مسيرة إلى روسيا في إطار حربها مع أوكرانيا، وأيضا بتقدم تدريبات أو تعد قوات تدريبات تقدم لها تدريبات حتى تستطيع أن تنزل إلى ميدان المعركة. طبعا كلام من هذا القبيل بيوضح إزاي التحالفات الجديدة بتنشأ ما بين في محور يخص إيران وروسيا في مواجهة محور آخر للغرب. إيران لها وجود في منطقة الشرق الأوسط، لديها أدواتها في العراق وفي اليمن وفي لبنان وفي سوريا، إذن احنا بنتكلم على مشهد معقد للغاية. بايدن ذهب الليلة إلى جدة وطار بطائرته مباشرة من إسرائيل إلى جدة وعبر الأجواء السعودية، وده أحد المطالب اللي إسرائيل دايما تطلبها. إسرائيل عارفة أن فكرة التطبيع مع إسرائيل ليس سهلة، التطبيع بين إسرائيل والسعودية ليس سهلا، تدرك هذا، فعشان كده هي بتطلب مطالب صغيرة أو بالنسبة لها مطالب قابلة للتحقق دون أن تدخل في إطار الاتفاقات الإبراهيمية اللي دخلت فيها دول أخرى من الخليج زي الإمارات والبحرين بالإضافة إلى السودان والمغرب. هي بتطلب أن تعبر الطائرات الإسرائيلية الأجواء السعودية في اتجاه إلى آسيا. هي حاليا بتعبر الأجواء السعودية في اتجاهها إلى الإمارات والبحرين، لكن هي عايزاها تروح بها الهند وتروح بها تايلاند وتروح بها اليابان وتروح بها دول أخرى في آسيا. هل سيتحقق هذا؟ هل ده ستسفر عنه يعني جولة بايدن كنوع من أنواع تسريع إدماج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، وده أحد الأسباب أو أحد الدوافع الأساسية اللي كان بيراهن عليها الفترة اللي فاتت؟ كان دايما بايدن أو الإدارة الأمريكية تريد أن تنشئ حلف دفاعي يضم أطراف عربية بالإضافة لإسرائيل في مواجهة إيران، ومن أجل هذا هي تسرع من وتيرة التطبيع. يعني إذا كان ترامب أجرى الاتفاقات الإبراهيمية فإن بايدن عايز يخطو خطوة أكثر إلى الأمام ويدمج العلاقات السعودية الإسرائيلية في سياق آخر أكثر حميمية. لكن طبعا الموضوع ده صعب لان الطرف السعودي اكد اكتر من مرة ان المسألة دي يعني لها اشكالياتها وتتعلق الى درجة كبيرة بالتقدم في القضية الفلسطينية. كان في رهان ان لما يروح بايدن
يحاول يحرك المشهد ويرجع المفاوضات ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كمقدمة ل يعني نوع من أنواع التمهيد الأجواء مرة أخرى لعلاقات أفضل ما بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، لكن يبدو أنه ما عرفش يعمل كده. أولا الحكومة الإسرائيلية الموجودة هي حاليا حكومة مؤقتة في انتظار انتخابات، ولا يوجد اتفاق داخل حكومة بإعادة المفاوضات اللي وقفت من 2014 بسبب الاستيطان الإسرائيلي. وأيضا القادة الإسرائيليين زي نتنياهو والحكومات الأخيرة لم تستطع أن تتفق على فكرة التعامل مع الملف الفلسطيني أو إعادة المفاوضات ما بين إسرائيل والفلسطينيين، وإن كانت يعني وقفت عند مربع تسهيل ظروف الحياة بالنسبة للفلسطينيين وأيضا بتقديم الحد الأدنى في هذا السياق. بايدن الآن ذهب إلى جدة، وأعتقد أن هناك الملفات اللي احنا سبق وسوليفان أيضا مستشار الأمن القومي الأمريكي أشار إليها في الأيام الماضية في حوارات صحفية، قضية البترول قضية أساسية جدا، ارتفاع أسعار النفط بيرهق الاقتصادات الغربية وبيشعل قدر من عدم الاستقرار السياسي في كثير من الدول، والولايات المتحدة لا تريد هذا. أيضا فكرة ترتيبات دفاعية أمريكية في المنطقة حتى تنسحب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط وتركز في مناطق أخرى زي الصين وزي روسيا. الأمر اللي بعد كده عايزة ترجع الحميمية مرة تانية العلاقات مع دول الخليج، لأن دول الخليج كانت يعني غاضبة من الولايات المتحدة التي رأت فيها يعني عدم المراعاة المتطلبات الأمنية ليها في الفترة الأخيرة، فضلا عن إثارة بعض الملفات الخاصة بحقوق الإنسان في السعودية ومقتل خاشوجي وغيره. فدي طبعا من الحاجات اللي لم تكن يعني محل ارتياح، فضلا عن الإمارات لم تأخذ صفقة الطائرات في 35 اللي كانت متوقعة. إذن يعني أنا عايز أقوله الولايات المتحدة تريد أن تعيد مرة أخرى قدر من الدفء للعلاقات وترسل رسالة إلى دول الخليج أنها تتحمل يعني العبء الأمني وأنها تدعم حماية الدول الخليج. إلى أي حد هتعمل كده؟ هو ده السؤال اللي هيطرح نفسه في القمة غدا، ولا سيما الولايات المتحدة قلقة من تمدد النفوذ الروسي والصيني إلى دول الخليج وعلاقتها، ودول الخليج واضح برضو أنها بتتعامل مع الموضوع بقدر كبير جدا من الرشادة، بمعنى أن هي بتوزن علاقتها مع الدول ولا تريد أن تكون في السلة الأمريكية فقط، ولكنها تريد أن يكون لها علاقات دافئة وعلاقات قوية مع شركاء آخرين مثل روسيا والصين. فإذا المسألة تحتاج إلى يعني انتظار لما سيترتب على هذه الزيارة والنتائج المترتبة عليها، لكنها بلا شك زي ما وصفت في إسرائيل بأنها زيارة تاريخية، أعتقد أنها زيارة مهمة جدا بالنسبة لدول الخليج. ونتذكر أن ترامب أول زيارة قام بيها عندما تولى رئاسة الولايات المتحدة قام بها إلى السعودية، لكن بايدن فضل أماكن أخرى قبل أن يأتي إلى الشرق الأوسط. ذهب إلى أوروبا، ذهب إلى دول في آسيا، في واتفاقات ذات طبيعة أمنية واقتصادية مع دول في المحيط الهادي، وإنعاش أيضا القمم المختلفة لحلف الناتو في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا. الآن يأتي إلى الشرق الأوسط بعد الجولة التي استمرت الشهور الماضية لنعرف ماذا يريد من ترتيبات جديدة في منطقة الشرق الأوسط. حدث آخر يعني أتصور أنه مهم، وهو زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد كبير إلى ألمانيا. أعلن عن هذه الزيارة، ويعني ستكون يوم 18 من هذا الشهر 18 يوليو، أي بعد انتهاء قمة جدة. الرئيس السيسي سيذهب إلى ألمانيا على رأس وفد كبير، سوف يلتقي برئيس ألمانيا الاتحادية، وسوف يلتقي بالمستشار الألماني شولتز،
ومن المعروف ان كانت العلاقة يعني قوية جدا بين مصر وألمانيا في عهد المستشارة السابقة ميركل، أنجيلا ميركل، وهناك رهان إلى استمرار هذه العلاقة القوية ما بين الدولتين. ألمانيا دولة محورية في أوروبا، دولة أساسية، مصر دولة أساسية في الشرق الأوسط، والعلاقات المصرية الألمانية علاقات قوية جدا. احنا بنحتفل بسبعين سنة من هذه العلاقات، وهي علاقات شهدت يعني توثيقا اقتصاديا وثقافيا وتعليميا. يعني لو عدنا نتكلم على اللي حدث في هذه العلاقات، لها علاقات قوية جدا وازدادت قوة ومتانة خلال السنوات القليلة الماضية. يعني نقدر نقول على بعض المشاريع الاقتصادية، نقدر نتكلم على الاستثمار، نقدر نتكلم على التعليم، ونتكلم عنه كمان شوية. لكن أنا عايز ألفت النظر إلى حدث مهم جدا سيحدث خلال هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى ألمانيا، وهو حوار بيترسبيرغ للمناخ. ألمانيا من عام 2009 بتنظم هذا الحوار بشكل سنوي كنوع من أنواع التمهيد لقمة المناخ التي تعقد كل سنة في دولة مختلفة أو في مكان مختلف. جلاسكو كان كوب 26، شرم الشيخ كوب 27. القمة أو الحوار الذي يعقد في بيترسبيرغ يوم 18، الغرض الأساسي منه هو النقاش والحوار حول قضايا التغيرات المناخية، التمهيد، التفكير المشترك، بلورة مقترحات، بلورة أفكار، استماع لوجهات نظر متعددة. هيشارك فيه بريطانيا التي يعني استضافت كوب 26، وطبعا مصر التي تستضيف كوب 27. من المنتظر ان هيبقى فيه حوارات جادة جدا في هذا المنتدى أو في هذا الحوار. المعلن ان الوزير سامح شكري سيكون من المتحدثين مع الوزير الالماني، وايضا هناك لقاء ما بين المستشار الالماني والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ايضا سيشارك في هذه القمة، بالاضافة للامين العام للامم المتحدة الذي يشارك عقب رسالة من خلال رسالة متلفزة او تسجيلا هيشارك به. العلاقات بين مصر وألمانيا يعني بتحتفل هذا العام بسبعين سنة، ودشن يعني لوجو مشترك، وبدأت نوع من أنواع الفعاليات في سبيل إحياء هذه العلاقة المهمة في مجالات كتير جدا مصر بتشارك فيها مع ألمانيا، في مجالات الطاقة، نقل التكنولوجيا، التعليم، الاستثمارات الألمانية في مصر في مجالات صناعة السيارات، مجالات صناعة الكيماويات، الغاز، الحديد والصلب. أيضا في أهداف سياسية، يعني الموقف ما بين مصر وألمانيا فيما يتعلق بالملف في ليبيا والرغبة في خروج المرتزقة وتأسيس دولة قوية حقيقية في ليبيا، وقضية منع الهجرة غير الشرعية ومواجهة الإرهاب في المنطقة، ودي كلها اهتمامات مشتركة ما بين مصر وألمانيا. ألمانيا أيضا يعني نتذكر جميعا في منتصف التسعينات كان عندنا حاجة اسمها مبادرة مبارك كول، كان بين الرئيس مبارك وبين المستشار الألماني كول في ذلك الحين، وكانت منصبة في الأساس حوالين التعليم الفني، بمعنى تأهيل جيل من الفنيين الذي يستطيع أن يواكب تغيرات السوق الصناعي المتغيرة، وده بالتعاون مع شركات ألمانية. احنا عندنا حوالي 20 مدرسة بتتبنى هذا المشروع، وفي طلاب كتير اتخرجوا منها، ولازال هناك دارسين لدينا الجامعة الألمانية، لدينا 7 مدارس وحضانة ألمانية، لدينا آلاف الطلاب المصريين اللي بيدرسوا في ألمانيا، حوالي 400,000 واحد مصري بيتعلم اللغة الألمانية. ألمانيا تعتبر من الدول القوية في أوروبا والدول التي لها علاقات وثيقة مع مصر. طبعا في السنوات الأخيرة يعني تعمقت العلاقات ما بين مصر وألمانيا،
على مستويات كثيرة. يعني الاستثمارات الألمانية دلوقتي في مصر بتبلغ 2.9 مليار دولار. شبكة القطارات الكهربائية التي وقعت مع شركة سيمنز الألمانية اللي يعني هتغطي حوالي 2000 كيلومتر مربع وتمر بستين محطة وستين مدينة مصرية، ده مشروع كبير وعملاق ربما يحتل مرتبة السادسة على مستوى العالم كما يقال. أيضا هناك شركات بدأت تفتح مصانع، مرسيدس فتح مصانع. يعني كل ما أريد أن أقوله في هذا الموضوع إن العلاقات القوية والمتينة بين مصر وألمانيا هي علاقات متعددة ومتشعبة، ليست فقط سياسية ولكن اقتصادية وتعليمية وثقافية. وده في الواقع اللي بيدي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد الكبير رايح معاه أهمية خاصة للعلاقات المصرية الألمانية. وهذه ليست أول مرة يزور الرئيس المصري ألمانيا، وأيضا زيارة ميركل وبعض القيادات الألمانية كانت لمصر. يعني اللي عايز أقوله أن الزيارة أو تعميق العلاقات مع قلب أوروبا اللي هي ألمانيا ده يعتبر من الدعائم الأساسية للتوجه في السياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الأوروبية. في يعني موضوعات كتير لسه متبقية معنا في البرنامج وموضوعات مهمة. يعني عندنا رحلان، في اتنين رحلوا، هنناقش الكلام ده بعد الفاصل. عندنا اتنين رحلوا، احدهم غيابه الموت وهو رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي الذي يوصف بأنه صديق مصر، وآخر بدأ رحلة الخروج من الساحة السياسية بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا. في خروج الاثنين أو في رحيل الاثنين عدد من الدلالات المهمة احنا محتاجين ان احنا نتوقف قدامها. نخرج دوت الفاصل ونعود بعدها نناقش القضية دي. تم تغيير تردد قناة نيسان. لمتابعة التردد الجديد اتبع الخطوات التالية: الدخول على القائمة الرئيسية للريسيفر مينيو على أن يعمل الريسيفر بنظام الـ HD، اختار تركيب أو تثبيت Installation، يجب اختيار قمر أو Nilesat وإضافة التردد الجديد في خانة التردد Frequency أو Transponder 11257 وعد الباقي البيانات لتصبح كالآتي: Frequency أو التردد 11257، Simple Rate أو معدل الترميز 27500، Polarization Horizontal الاستقطاب أفقي FEC أو معامل تصحيح الخطأ 3/4، ثم Scan ليتم إضافة قناة ميزان. اتصل على 012 76 22 345 أو 012 76 22 346. رحلان، في اتنين من السياسيين رحلوا خلال الايام الماضية، ولكن الرحيل في السياسة ليه اكثر من معنى. في واحد غيبه الموت هو شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق الذي تعرض لاغتيال في مدينة نارا،
أثناء أحد المؤتمرات الانتخابية، والسياسي الآخر هو بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الذي يعني ترك رئاسة حزب المحافظين والآن هو قائم بأعمال رئيس الوزراء، وخرج أيضا أو بدأ رحلة الخروج من الساحة السياسية. احنا محتاجين نتوقف قدام الاثنين دول أو الحالتين دول ونحاول نتكلم عنهم ببعض التفاصيل. شينزو آبي هو رئيس وزراء مهم جدا في تاريخ اليابان، هو أول رئيس وزراء في اليابان يولد بعد الحرب العالمية الثانية، وأطول رئيس وزراء خدم في موقعه في اليابان. هو يعني قعد سنة من 2006 ل 2007، وبعد كده خسر الانتخابات الحزب الديمقراطي الليبرالي اللي بيمثله أو هو فيه، ثم عاد مرة أخرى رئاسة الوزراء واستمر من عام 2012 لغاية 2020. هو رئيس وزراء يعني فخيم، وترك موقعه لأنه يعني بيعاني من مشكلات صحية، وترك رئاسة الوزراء لكنه لم يترك التأثير الليبرالي في اليابان، وظل من أحد الأعمدة الأساسية على المستوى الفكري والسياسي داخل هذا الحزب. هو كان يوم 8 يوليو بيزور في تجمع انتخابي في حتة اسمها أو مدينة اسمها نارا، ذهب إلى هذا المكان وكان يعني عبارة عن تقاطع داخل الشارع بالقرب من محطة، وكان بيتكلم. طبعا مسألة الأمن في هذه اللحظة كان يعني هم يعني اعترفت الحكومة بعد كده اليابانية، قالت لك كان الأمن خفيف في هذا المكان، فكانوا ممكن يسمح لواحد أنه يقرب منه أو يقرب من الشخص المتحدث، وده اللي حصل، أن في شخص قرب منه وأطلق عليه الرصاص، وحاول يعني فريق الإسعاف كبير جدا بعد نقله للمستشفى أن هو ينقذه، لكن كان الجرح عميقا زي ما ذكر غائرا وأصاب القلب، فلم يستطيع الفريق الطبي أن هو ينقذ حياته، ورحل عن عالم عن عمر يناهز حوالي 67 سنة. هو من عيلة سياسية رفيعة جدا، كان جده رئيس وزراء وكان والده وزير خارجية، فهو من عيلة يعني تربى في بيوت سياسية، يعني يعرف جيدا الممارسة السياسية والتكوين الثقافي والفكري. طبعا الشعب الياباني شعب راقي جدا، فجع بشدة من استخدام العنف على هذا النحو اللي أودى بحياة واحد من أهم رؤساء وزراء اليابان في بعد الحرب العالمية الثانية. واللي يعرف الشعب الياباني كويس يعني هو شعب يعني أولا راقي جدا، لا توجد لديه مشاكل اجتماعية كبرى، هو شعب مسالم. مسألة استخدام العنف دي ليست متفشية أو موجودة داخل المجتمع الياباني، فده طبعا من الأشياء اللي خلت فعلا في حالة من حالات الحزن الشديد والصدمة تجاه ما حدث. المتهم والذي قبض عليه في مسرح الأحداث هو من سكان المحليين في مدينة نارا، بيعيش في شقة واحدة، تم طبعا مداهمة الشقة على الفور، ووجدوا مجموعة من الأسلحة جميعها محلية الصنع بما فيهم السلاح اللي هو استخدمه في اغتيال شينزو آبي، وهو أيضا من الأسلحة محلية الصنع. الراجل طبعا في التحقيقات حتى هذه اللحظة بيقول كلام مفكك جدا، يعني واضح ان لازلنا في انتظار ان احنا نعرف ليه اقدم على هذا العمل الإجرامي في حق هذا الرجل الذي لا يوجد معه خصومة ولا توجد اسباب سياسية بالمناسبة، يعني ليس هو معارض لي ولا شخص يعني تضرر من حكمه سياسيا، لا خالص. هو بيقول ان هو يعتقد أن والدته أو يعتقد أن شينزو آبي مرتبط بإحدى المنظمات الدينية اللي والدته تبرعت بجزء كبير جدا من أموالها لهذه المنظمة وتعرضت بعد ذلك للإفلاس. يعني هو اغتاله لاعتقاد أنه مرتبط بمنظمة، هذه المنظمة تبرعت والدة هذا المتهم ليها
بأموالها ثم بعد كده تعرضت لمشكلات اقتصادية أو تعرضت للإفلاس. لكن حتى هذه اللحظة محدش فاهم على وجه التحديد هو بيتكلم عن إيه. واضح إن في مرحلة معينة زمنية أخرى محتاجين إن إحنا ننتظرها لغاية ما نعرف بالضبط هو ليه أقدم على هذا العمل. طبعا شينزو آبي بالنسبة لمصر هو صديق مصر جدا. في محور سمي باسمه الدولة المصرية يعني تكريما لهذا الرجل اللي وقف إلى جوار مصر في السنوات الماضية، أطلقت اسمه على أحد المحاور الممتد على طريق السويس من مدينة نصر للطريق الدائري، فده طبعا تكريم لي. قدم يعني مساعدات كثيرة جدا وتعاون اقتصادي وفي التنمية الاجتماعية والتنمية الثقافية والاقتصادية والتعليمية قوي جدا مع مصر، وسند مصر كثيرا خلال فترة رئاسته للوزراء. والعلاقات المصرية اليابانية علاقات قوية بالمناسبة يعني منذ فترة طويلة، لكن هذا الرجل لعب دورا كبيرا جدا في دعم هذه العلاقات وفي دعم أيضا المجتمع المصري. هو زار مصر في يناير 2015 والرئيس السيسي زار اليابان في مارس 2016. فطبعا يعني احنا كمجتمع مصري بالفعل بنشعر يعني بالحزن الشديد لفقدان هذا الرجل وجميع سياسيين العالم الكبار نعوا شينزو آبي، وأيضا نعاه رئيس الوزراء الياباني الحالي. وإحنا طبعا زي ما بنقول اليابان بتهتم كثيرا بمسألة التنمية البشرية. يعني فوكوياما المفكر الأمريكي الشهير هو أصلا من أصول يابانية يعني، فكتب مرة قال لك اليابان لم تبنى بعد الحرب العالمية الثانية لا بالفلوس ولا بأي حاجة تانية، بنيت بنوعية القيادات التي شغلت المؤسسات في اليابان. القيادات دي ادت أمل للشعب وادت فكر وادت برامج وادت مشروعات ونفذتها. فشينزو آبي يعتبر من هذه النوعية من القيادات اللي أثرت ويعني رفعت من شأن المجتمع في اليابان. وأيضا وكان له مواقف دولية جيدة جدا، واجه الصين وحاول أن يحتفظ بقوة دولته والعلاقات الأمريكية اليابانية، وأيضا حاول أن يخرج من تركة بعض القيود التي فرضت على اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. ففي الواقع يعني هو خسارة للشعب الياباني وأيضا خسارة لأصدقاء اليابان. رحيل آخر هو بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الذي أعلن أنه يعني لن يكون رئيسا للحزب أو ترك الحزب المحافظين الحاكم حاليا في بريطانيا، وحاليا بتجري عملية اختيار لرئيس رئيس حزب جديد، وسوف يصبح رئيس الحزب الجديد بالتبعية هو رئيس الوزراء البريطاني. فإذا ده نظام البرلماني في بريطانيا، أن الحزب الذي يحصل على الأغلبية في البرلمان هو الذي يشكل الحكومة، وزعيم هذا الحزب هو رئيس الوزراء، وعندما يترك زعيم الحزب موقعه ويأتي زعيم حزب جديد يصبح هو رئيس الوزراء الجديد. وده احنا شفناها يعني مارغريت تاتشر لما مشيت جه بعدها جون ميجر وأصبح بشكل مباشر رئيس الوزراء، ولكنه لم يستطع أن يحافظ على ذلك وهزم أمام العمال بقيادة توني بلير. النهاردة جونسون بيترك موقعه لأنه فقد ثقة الوزراء اللي معاه اللي بدأوا سلسلة من الاستقالات، وفقد ثقة قواعد أيضا حزب المحافظين. فالمسألة تتعلق بالنظر إليه. أولا في على الأقل موضوعين كبار مصارين بخصوصه. الموضوع الأولاني إن وقت أزمة كورونا أو كوفيد 19 كان في التباعد الاجتماعي، لكنه عقد بعض الحفلات في مقر الشخصي أو مقر الحكومة في داونينج ستريت في بريطانيا، وتعرض لغرامة مالية وسدد الغرامة المالية. فإذا يعني هو ارتكب هذه المخالفة أثناء وجوده كرئيس للوزراء، ودي يعتبر المرة الأولى إن يتهم رئيس وزراء بريطانيا بخرق القانون أثناء ممارسة عمله. الأمر الثاني إنه ساعد شخص يصل إلى منصب في حين أن له يعني موقف أو فضيحة جنسية قبل كده، وعندما سئل أنكر في البداية ثم عاد وقال إن هو كان عارف، ورغم إن هو يعني مسكه منصب مهم جدا،
نائب رئيس لجنة الانضباط لنواب حزب المحافظين في مجلس العموم. يعني ده الشخص اللي بينقل توجهات الحكومة ليهم، ده الشخص اللي بيدي اتجاهات التصويت. فطبعا ده موقعه مهم جدا، وما كان يجب ان هو يحاط بشبهات أخلاقية أو بشوائب أخلاقية من هذا النوع. طيب هو فقد دلوقتي ثقة يعني الوزراء اللي بدأوا يستقيلوا، وفقد أيضا ثقة نواب المحافظين اللي موجودين في البرلمان. وده بقى اللي بيلفت نظرنا لطبيعة النظام البرلماني ده. إيه؟ رئيس الوزراء يبقى في موقعه طالما يحصل على ثقة حزبه، ولكن عندما يفقد ثقة حزبه لا يظل في موقعه. بالطبع الحزب كله بيحصل على الثقة في الانتخابات العامة، ده موضوع تاني، وانتخابات العامة موعدها في بريطانيا 2025. لكن داخل الحزب إذا فقد ثقة نواب الحزب في مجلس العموم أو فقد ثقة الوزراء كمان، فرئيس الوزراء لن يكون في موقعه، وبالتالي هو كرئيس حزب هيترك موقعه. وده اللي حصل مع جونسون. جونسون دلوقتي حاليا ما يطلق عليه في العرف المصري قائم بأعمال، يعني بيسير أعمال الحكومة إلى حين اختيار رئيس وزراء جديد. في أسماء كتير جدا اتطرحت، يعني وصلوا في البداية كانوا يمكن أكتر من 10 أسماء، ثم بعد كده يعني نزلوا ل3 أسماء. طب نزلوا إزاي؟ لأن نواب المحافظين في البرلمان بيجروا اختيار أو نوع من أنواع التصفية المستمرة لحين ما يصلوا إلى اسمين، والاسمين دول هيجرى عليهم بقى تصويت حزب المحافظين اللي بيبلغ عدده حوالي 180,000 واحد. يعني أنا قدامي يعني على الأقل ال3 أسماء دول، وكل واحد فيهم ربما لديه بعض الإمكانيات وبعض الملكات، وده اللي هيتصفى لاسمين تاني، يعني هيختاروا 2 من ال3 دول، والاثنين دول هينزلوا في الانتخابات زي ما بقول لحضرتك. راشي سوناك ده كان وزير الخزانة السابق، وهو من أصول أسيوية، سيخ كما يقال، ودي طبعا يعني بيثير مسألة مهمة جدا، يعني مسألة التعددية العرقية والثقافية في بريطانيا. يعني سبق قبل كده ان في ناس من اعراق مختلفه انتخبوا لمناصب سواء كان وزاريه او اعضاء في برلمان يعني او اي اماكن اخرى داخل بريطانيا، لان بريطانيا برضو متعدده الثقافات والاعراق، او على الاقل هم بينظروا الى انفسهم ان مفهوم البريطانيه يتجاوز الانجلو ساكسون او العنصر الابيض التقليدي المعتاد. يعني في ايضا مرشحتين آخرتين، واحدة وزيرة التجارة بيني موردنت، وفي أيضا وزيرة الخارجية ليستروس، ودول برضو يعني لهم فرص ليست قليلة، وبالأخص وزيرة التجارة لأنها كانت أول وزيرة دفاع في بريطانيا سنة 2019، فاحتمال يبقى عندها فرص. اللي احنا عايزين نقوله إيه في الموضوع ده؟ إن يوم 5 سبتمبر هيوصل، يعني هيختار بقى، يعني هندخل في مسألة التصفية الأخيرة، ويختار زعيم حزب المحافظين الذي سيصبح رئيس وزراء بريطانيا. طيب هل ده ينجم عليه أو يترتب عليه تغيير في السياسات؟ بريطانيا طبعا واقفة بقوة جدا في ظهر أوكرانيا، وده اللي حاول جونسون يعمله الفترة اللي فاتت، يعني فكرة أنه مدها بأسلحة لموجة الدبابات الروسية، معلومات استخباراتية، مساندة عسكرية كبيرة لأوكرانيا. هل هيستمر الموضوع ده مع رئيس وزراء تاني؟ هيستمر طبعا، لأن المجموعة التي تقوم على العمل في مجال السياسة الخارجية ما بتتغيرش، دول بيروقراطية أو فنيين داخل وزارة الدفاع البريطانية والأجهزة البريطانية الأخرى، ودول ما لهمش علاقة بالتقلبات السياسية. وده اللي فهمنا النظام البريطاني، الوزير ممكن يجي من أي مكان، ممكن يجي وزير ملوش علاقة بالوزارة، لكنه بيحسب التكلفة السياسية للعمل أو للوزارة خلال وجوده، ولكن الذي يدير الوزارة هو وكيل الوزارة المحترف اللي موجود داخل هذه الوزارة. فعشان كده ممكن تلاقي زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، وزيرة التجارة كانت في يوم الأيام وزير الدفاع، جونسون نفسه كان وزير خارجية وكان عمدة لندن قبل كده وعمل نجاحاته
من منصبه ده. لكن لما يجي الأمر لإدارة العمل الفني داخل الوزارات البريطانية فدي بيقوم بيها وكيل الوزارة، وده طبيعة النظام البرلماني. الوزير سياسي محترف بيحسب التكلفة السياسية للقرار، لكن ملوش علاقة بالإدارة الفنية للعمل اليومي داخل الوزارة، دي اللي بيقوم بيها جهاز فني آخر وهو البيروقراطية البريطانية المسؤول. يضاف لده، ودي برضو من الأشياء المهمة في النظام البريطاني، أن البيروقراطية محايدة سياسية، يعني البيروقراطية ما تتدخلش في السياسة، ملهاش دعوة. البيروقراطية ملهاش علاقة بالحزب اللي بيحكم. يعني الوزير النهاردة جه من المحافظين، المحافظين بكرة خسروا الانتخابات، جه وزير من العمال، البيروقراطية بتنفذ التوجهات اللي جاية لها، هي أداة محايدة، أداة صماء، ملهاش رأي. طبعا ده كلام نظري، بيحدث ان هي بيبقى ليها رأي، وحصل قبل كده في المشهد البريطاني حاجة شبيهة بكده. يعني ايام حرب الفوكلاند كان في موظف وزارة الدفاع البريطانية اسمه كلايف بونتينج. كلايف بونتينج ده لاحظ ان الكلام اللي بتقوله مارجريت تاتشر عن حرب الفوكلاند ضد الارجنتين لم يكن دقيقا، فسرب بعض المعلومات لمعارض من حزب العمال في مجلس العموم البريطاني اللي أثار الموضوع ده بقوة. فطبعا مارجريت تاتشر فصلت كلايف بونتينج لأنه خالف حياد الخدمة المدنية، واتكلم مع سياسي وهو ملوش حق أنه يتكلم مع سياسي، وأيضا أحالته للمحاكمة الجنائية باعتبار أنه أفشى معلومات عسكرية. كان يعني خدت وقت طويل أوي بريطانيا الموضوع ده، وجدل في القضاء، لكن انتهى القضاء إلى أمر أو حكم مختلف. قال لك هو هيفصل من وظيفته، طبعا يفصل من وظيفته لانه خالف قانون الخدمة المدنية واتصل بسياسي، ولكن اعفاء من العقاب الجنائي. قال لك لانه ما عملهاش لغرض اخر، هو عملها لتوعية الشعب البريطاني، ونظرا لانه مش موظف عند الحكومة ده موظف عند الشعب البريطاني، فهو وعى او رفع من وعي الشعب البريطاني بما تفعله الحكومة، وخرج كلايف بونتينج دون يعني عقوبة جنائية، لكنه فصل من وظيفته. وبعد كده بقى اشتغل، يعني قاعد يكتب قصص أو كتابات، واشتغل مؤرخ، ومات من حوالي سنتين. لكن ظل أحد القضايا أو الموضوعات اللي بتتناقش في بريطانيا. فالنظام البريطاني زي ما قلت لحضراتكم نظام، هو بيقدم نموذج لما نطلق عليه احنا النظام البرلماني، أن هناك ملكة تملك ولا تحكم، ولكن الذي يحكم هو رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء هو زعيم الأغلبية في مجلس العموم في البرلمان. طول ما هو عنده الأغلبية هو بيحكم، إذا فقد الأغلبية يخرج من السباق ويأتي آخر لديه الأغلبية. الأغلبية النهاردة مع حزب المحافظين لغاية 2025، لغاية الانتخابات القادمة. فاللي هيمشي مش الحزب، اللي هيمشي رئيسه، ولما يجي الرئيس الجديد هيبقى هو مباشرة رئيس الوزراء البريطاني. يعني احنا اتكلمنا عن زي ما بيقولوا رحيلين، رحيل سياسي رفيع، شينزو ابي الناس بتتكلم عنه ازاي، اما جونسون فحقيقي الناس بتنتقده بشدة. مجلة الايكونومست في العدد اللي فات نشرت صورة ليه على الغلاف، وقالت عبارة قاسية جدا، قالت سقوط المهرج. ومجلة الإيكونومست دي من المجلات الكبيرة، وده طبعا بيعكس كيف النظرة لرئيس الوزراء البريطاني والجدل اللي داخل المجتمع البريطاني، ولا سيما في ضوء عدد من المشكلات والفضائح التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، واللي ترتب عليها فقدان حزب المحافظين لمقعدين انتخابيين كانوا في انتخابات تكميلية أو انتخابات فرعية زي ما بيقولوا نتيجة استقالة العضوين اللي كانوا موجودين. الحزب فقدهم وذهبوا إلى المعارضة، فده طبعا كان مؤشر جعل مساحة الغضب تزداد ضد جونسون، وفي النهاية أجبر على الاستقالة وترك رئاسة الحزب وترك رئاسة الحكومة وتسيير الأعمال حتى سبتمبر القادم أن يأتي رئيس وزراء جديد. اسمحوا لنا نخرج لفاصل، وبعد الفاصل هنناقش زي ما احنا متعودين نختم حلقة آخر الأسبوع بأحد الأقوال ذات الطبيعة الأخلاقية أو الفلسفية، نحاول نفكر فيها
وده يبقى آخر حاجة يعني نترك بيها هذا الأسبوع ونحاول نفكر فيها إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم. اسمحوا لنا نخرج لفاصل ونعود مرة أخرى. نختم أسبوعنا أو برنامج آخر الأسبوع في هذا الأسبوع بأحد المقولات أو بإحدى المقولات من موقع اسمه Motivational Quotes، وده موقع يعني بيرصد مجموعة من الأقوال الأخلاقية والفلسفية والاجتماعية اللي بتساعد الواحد إن هو يفكر بشكل نقدي في الحياة. يعني احنا طول النهار موجودين في المجتمع وموجودين في الحياة وبنشوف تحديات كتيرة وبنشوف افكار كتير، احنا محتاجين نقف شوية ونفكر في اللي بيحصل حوالينا واللي احنا طرف فيه، ونحاول ان احنا نخرج برا ونتفرج على المشهد من برا احسن ما نفضل داخل المشهد على طول وداخل الصراع على طول وداخل الدوامة على طول وداخل التحديات اللي احنا بنواجهها. محتاجين بس نخرج برا شوية كم خطوة ونبص على الواقع. القول أو الكوت الاقتباس اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة هو بيتكلم على السعادة، والسعادة الناس كلها اتكلمت عنها، يعني في كثير من المثقفين والمفكرين والأدباء والعلماء اتكلموا على السعادة واتكلموا عنها من زوايا مختلفة. الكوت أو الاقتباس اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة هو بينبهنا إلى قضية مهمة جدا، أن السعادة تبدأ داخل الإنسان وليس خارجه. مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات ومهما كانت المشكلات المحيطة بالإنسان، يظل في النهاية السعادة قرار شخصي. هناك ناس لديهم كثير من أسباب الرفاهية في الحياة وغير سعداء، وهناك ناس يفتقروا إلى كثير من مباهج الحياة لكنهم سعداء. فالسعادة هي قرار داخلي وشخصي وليس لأسباب خارجة عن الإنسان. فبيقول لنا إيه؟ بيقول لنا يعني السعادة مش في العلاقات. بعض الناس بتعتقد إن العلاقات الاجتماعية بتجلب إليها أو تجلب لها السعادة، ده صحيح يعني لحد ما إن أنت تقعد مع ناس لطيفة تتكلم معاهم، لكن لا تراهن دائما إن العلاقات الاجتماعية بالآخرين هي مصدر السعادة، لأن الناس متقلبة والناس بتغير رأيها والناس بتغير أفكارها والناس بتغير العلاقة بينهم كثيرا لأسباب إحنا ما بنبقاش فاهمينها وما بنبقاش عارفينها، يعني الذات العميقة جوه كل واحد وأفكاره ومشاعره، وبيغير ليه نظرته للناس إحنا ساعات ما بنبقاش عارفينها. إحدى القديسات قالت يعني أنا يعني لو حاولت أن أرضي كل واحد هلاقي نفسي عند باب كل واحد تائها، يعني أحب كل واحد وأحفظ نفسي من كل واحد. ففكرة إن أنا أخلي السعادة أو السلام الداخلي أو الاستقرار معلق على شماعة العلاقات مع الناس، دي مشكلة كبيرة جدا، لأن العلاقات مع الناس مزاجية ومتغيرة. على العمل ظروف العمل ممكن تتقلب، وما يعني ننجزه في وقت ممكن نواجه تحديات في وقت آخر. فلو أنا جعلت العمل هو البوصلة الوحيدة للسعادة، ممكن في النهاية يترتب عليها ان انا يعني اكتئب في اوقات كتير جدا، وخصوصا عندما تحدث التحديات وتنقلب الامور حواليا في بيئة العمل. الاموال تذهب وتأتي، حتى لو فضلت الاموال مع الشخص هل الاموال تضمن له السعادة؟ هناك اشياء كثيرة في حياة الانسان لا يستطيع المال انه يشتريه، وده مش كلام لا فلسفي ولا كلام نظري، ده كلام حقيقي. يعني اولا لا تستطيع ان هي تجيب لك طريقه التفكير الصحيح في الحياه، ولا الصحه ولا الـ الـ الـ
النظرة الإيجابية للحياة، وناس كتير جدا عندهم فلوس لكن لا يتصرفوا بإنسانية يعني، وناس آخرين ما عندهمش فلوس لكنهم بيتصرفوا بإنسانية. المجتمع الاستهلاكي اللي الأموال هي الركن الركين أو الأساسي فيه، هو مجتمع بيشجع الإنسان دايما أنه يستهلك، اصرف فلوس كتير تجيلك استعادة، فيلاقي نفسه بعد ما صرف فلوس في حاجة تانية لازم يجيبها، ما هي مش كل حاجة يقدر يجيبها، جاب عربية فيه أحدث منها، جاب شقة فيه أفضل منها، جاب ملابس فيه أحسن منها، فكل شوية هو في حالة لهاث بيجري عايز يلحق، وكل مرة بينفق ويعتقد أن الإنفاق هو اللي بيجيب له السعادة، لكن ده مش حقيقي. السعادة اللي بيجيبها الإنجاز القلبي الداخلي، لا الظروف المحيطة ولا العمل ولا العلاقات ما بين الناس ولا أي شيء. السعادة هو قرار شخصي نابع من داخلك، نابع من داخل الإنسان. في ناس في أفضل ظروفها المادية من الشكل الخارجي بتبقى تعساء، وفي ناس بسيطة جدا في واقعها وشعرة بالسعادة. القصص كتير والروايات كتير في الواقع ده، واحنا شفناها في مواقف كثيرة في حياة الناس، وفوائد كتير بتسلم على ناس بسطاء تلاقي السعادة والرضاء الداخلي بيشع من وجوههم يعني. وساعات بتقابل ناس تانية شايفهم لديهم مظاهر الثراء والفخفخة والمباهج الحياة، ولكن تشعر بالظلام الداخلي عندهم، وتشعر انهم مش سعداء، وتشعر بالبؤس الحقيقي سواء كان على مستوى الروحي أو على مستوى الإنساني. أطلب لكم كلكم السعادة، ونتمنى أن احنا نبقى سعداء في هذه الحياة، سعادة مبنية على الرضاء الداخلي وعلى النظرة الإيجابية للذات، وعلى السعي أن احنا نطور نفسنا باستمرار، ويصبح كل تطوير احنا بنحققه مصدر لهذه السعادة. يعني أترككم في نهاية هذا الأسبوع إلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل. أتمنى لكم يعني أجازة أو أسبوع سعيد، وكونوا فعلا سعداء بشكل حقيقي.